كورونا. عليك الالتزام ببعض النصائح. غسل اليدين. اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. تجنب اللمس. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة. استخدام المنديل. غطي وجهك بالمنديل عند السعال أو العطس. وضع الكمامة. غطي وجهك في جميع الأماكن العامة. النظافة. حافظ على النظافة وألقي الأوساخ في سلة الفضلات. البيت. ابقى في البيت قدر المستطاع لتجنب العدوى. الوقاية. تجنب مخالطة المريض بالوقاية من العدوى. النقل العمومي. تجنب الازدحام بوسائل النقل العمومي. التباعد الجسدي. حافظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد بينك وبين الأشخاص. الأماكن العامة. تجنب الازدحام بالأماكن العامة. الرياضة. حافظ على نشاطك الرياضي لتعزيز المناعة بجسمك. غسل الخضر والغلال. اغسل الخضر والغلال جيدا قبل تناولها. الطهي الجيد. احرص على طهي الطعام جيدا قبل تناوله. تابع الأخبار. احرص على متابعة آخر المستجدات بشأن مرض الكوفيد 19 واتبع النصائح التي يقدمها لك الأطباء. إذا تحب تحمي تونس. إذا تحب تحمي عائلتك. إذا تحب تحمي مستقبلك. أحمي روحك من الكورونا.